يعني فأنت ملاقيه عن بعد أو عن قرب؟ عن قرب. إنما توعدون لآت وكل آت قريب وما ذيك لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة فانظر ما مضى من عمرك الآن، لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنة إيش؟ ساعة واحدة. كل اللي مضى من أعمالنا كأنه ساعة واحدة، إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان، أتظنون أن البرزخ الذي بين الجنة بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلا؟ هو قريب، قريب كل لحظة. الإنسان إذا نام نوما هادئا، ولنقل نام 24 ساعة وقام، وش يقدر النوم هذا؟ ها؟ إيش؟ دقيقة، دقيقة واحدة، مع أنه يمكن نام 24 ساعة. إذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة تمضي، يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم؟ ستمر ملايين السنين على الإنسان وهو كأنه لا شيء، لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بها لأنه وقت طويل، لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعضين، 100 سنة. أصحاب الكهف لبثوا في الكهف 300 سنة و9 سنين، فلما بعثوا قال بعضهم البعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب عليها الأموات. نقول نعم هذه ملايين السنين، لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق روحه بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن. إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس، أشياء تضيع عليه الزمن، لكن بعد النوم في النوم يتقلص الزمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذين مات لهم ملايين السنين أو آلاف السنين كأنهم لم يموتوا إلا اليوم، لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه مسألة قد يرد على الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع، مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة. ولهذا قال فملاقي، أتى بالفاء الدل على إيش؟ الترتيب والتعقيد، وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاة الله تعالى إلى قسمين،